السلام عليكم. اليوم نروح الى ملعب قسنطينة لنشوف يعني هذه العمليه تاع تجارب حول الالواح الالكترونيه الاشهاريه التي تم يعني جلبها الى الميدان، وكذلك يعني فيها عمليه تاع وضع لكل يعني اللوحات حول الملعب. وكانت بدايه نتاع التجارب، شاهد هنا في الصور تجارب نتاع اللوحات هذه. وللعلم انه فيما يخص ملعب براقي، ملعب ناصر المنديلا، تم يعني وضع الكاميرا العنكبوتيه في الميدان، يعني فوق الملعب تاع براقي. اذا هذه هي الجديد، والسلام عليكم.